شوية من الفترة الصعبة بتاعت الزمالك ده، واخش يكبر علاقتك بصلاح والنني اخويا. اخواتي اخواتي يا عم، اصل محمد صلاح ده صلاح والنني، بس محمد صلاح اكتر، لان انا ومحمد صلاح كنا قاعدين انا وهو في اوضه واحده في فتره المملكه العرب كلها، والاوضه اللي جنبنا النني وباسم علي. محمد صلاح اقرب، لاني يعني ننزل مع بعض نروح وبعدين بقى كان بيجي لي البيت عندي في حلوان يعني، فاهم، بياكل عيش وملح معايا فاهم، ويحب الملوخيه بتاعت الحاجه وبتاع، فلا علاقتي بيه طبعا قويه جدا لما جاله اخويا. الزمالك كان عارف ساعتها، كان هو في المقاولين وانت كنت معاه في الأوضة، كان هو زعل ان الموضوع ما تمش. محمد خلي بالك، محمد بدون مبالغه والله مش يعني انا شهدت فيه مجروحه، لكن هو الطبيعي اللي هو وصله ده من عقليته فعلا، هو من صوره مختلف. الزمالك جالك انت وهو مع بعض دي حقيقه. وقت كابتن حسام حسن وباسم وباسم، انتوا وباسم التلاتة علي، احنا التلاته الموضوع، انتوا التلاتة ما كملش. ما كملش. لا وصلاح كان في السنة دي ما كانش بيلعب بشكل اساسي مع صح، المقاولين، ده كان دي لسه حقيقه. طالع. دي حقيقه. كنت انا كان صلاح مع كابتن حمزه الجمل، ايام كابتن حمزه الجمل، وما كانتش متظبطه معاه، وكان اتصاب اعتقد فتره صلاح في واحنا في المقاولين، بس بعد كده ما شاء الله بقى مع تقعدوا كابتن. مع بعض تقول له نفسي موضوع الزمالك يكمل، دي حقيقه. بس ما زعلتوش لما ما كملش؟ لا اكيد زعلنا. الزمالك برضو انت بتتكلم في زمالك يعني، طبعا المقاولين العرب دي بيتنا وبتاع، بس انت بتتكلم في اهلي والزمالك دول بيبقوا في حته تانية، ده طبيعي، ليفل تاني في مصر. فلا طبعا يعني كان نفسنا، بس برضو يعني المقاولين زي ما تقول ايه، كانت حتى برضو كان يعني مثلا يجي لنا عرض تلاقي المقاولين ايه بجد والله العظيم يجوا لنا كده ينادونا نعدل عقدنا واحنا صغيرين. هم كانوا بيحبونا جدا احنا الثلاثه بصراحه، انا وصلاح والنني من الناشئين، باشمهندس محمد عادل كان بيحبنا جدا، وكان بصراحه مش عايز يزعلنا في اي حاجه. ايه حكاية جروب الواتساب ده اللي انتوا عصابه دي بقى، ده هو جروب انا وصلاح والنني وباسم، باسم علي وسيد شعبان. سيد شعبان كان لعيب معانا المقاولين في في الشباب؟ المقاولين اكبر مننا شويه، وجيلاني محمد جيلاني طبعا تعرف جيلاني. فجروب بقى بيبقى كله ضحك بقى وهزار، وصلاح يقفش ده وما يقفش ده وبتاع، فكان مقربنا من بعض اكتر طبعا، ده حتى كان لان بحكم ان صلاح كان ساعتها، صلاح الجروب اتعمل هو صلاح في تشيلسي اول ما راح تشيلسي، وكان النني في فيزل، بعد كده بقى روما بقى وفيرنتينا وبتاع، فمكمل معانا الجروب استمر لحد موسمين. لحد السنه اللي فاتت، لحد السنه اللي فاتت او سنه ونص كده. بعد كده برضو يعني الدنيا برضو يعني مش هقول لك يعني مش هقول لك تأثير، بس طبيعي برضو يعني. انت مثلا انت ممكن تكون في بيتك وفي شغلك ومضغوط بعيد عن صحابك شويه، ده طبيعي على فكره، مش بعيد كل البعد، لا ممكن شهر اتنين تتقابلوا، ده طبيعي. انا في حياتي كده، ما انا ليا اخواتي واصحابي برضو ما بنتقابلش غير كل فين وفين، فطبيعي. انما تلاقيه مره واحده كده متصل، رفع سماعه التليفون متصل، رقم برايفت نمبر طبعا بيتصل تلاقي فاهم، رقم برايفت نمبر ده بتعرف ان هو محمد مكتوب صلاح على برايفت فكره. نمبر من غير ارقام، تعرف ان هو محمد صلاح على فكره. مش هيبقى النني يعني، هي اكيد محمد صلاح. نني رقم عادي. لا عادي يا عم، رقم مصري يعني فاهم، فبس يعني الامور زي الفل الحمد لله. صلاح كان من اكتر الناس واقفه جنبك ساعه الظبطه صراحه جدع. مع الزمالك. ومش شرط معايا، ممكن يكون معانا عشان انا يعني اخوه بتاع قريبين من بعض قوي زي بقيه الجروب يعني اللي هو انا، لكن هو جدع يعني، مع مؤمن ربنا يشفيه ما بيتاخرش، مع مروان لما اتصاب مش هيتاخر، اي حد صراحه على طول كده قال يعني. لك ايه في الفترة دي؟ قال لو عايز تيجي انجلترا تعال هجيبك، بس انا كنت ساعتها الفتره ديت كنت خلاص رحت المانيا والامور اتحسنت، قلت له لا. وعارف انه اتكلم معاك كمان في مستقبلك، نصحك. صلاح يعني جدع وصاحب صاحبه، وكلمني على فكره خطوه. وخلي بالك هو طبعا محمد صلاح طبعا ليه دلال في المقاولين يعني، يعني الناس بتحبه جدا طبيعي يعني. انا لو كنت عايز ارجع المقاولين، بس انا ما حبيتش الموضوع يعني، ما حبيتش ان يبقى في كلام ان انت ترجع للانتاج وهم عايزينك بتبقى افضل يعني. انا فاهم ساعتها الفتره ديت المقاولين كان عندها 2 باك ليفت، فطبيعي ان انا بعد الاصابه، انا بتكلم فتره الاصابه، فكان انسب حاجه كانت ساعتها كابتن خالد مهدي كلمني ربنا يشفيه يا رب، كلمني قال لي تعالى الانتاج، لان انا الحمد لله برضه كنت ماشي معاهم كويس قوي ايام كابتن شوقي، فرجعت بقى الحمد لله عن طريق الانتاج الحربي يعني.